تفقدية قام بها محافظ حمص على مركز الدبوس الحدودي، واطلع على آلية سير العمل في المركز وحركة القادمين والمغادرين من لبنان إلى سوريا وبالعكس، كما التقى مع بعض المسافرين. الأمور منيحة بشكل جيد شيخ. نحن إجراءات هون على الحدود كيف عم تتم؟ الله يعطيكم العافية، الأمور تمام، كل شيء تمام الحمد لله، الأمور طبيعية. الحركة بالمعبر كيف حسيت؟ كيف في صعوبات واجهت؟ لا ما في صعوبة الحمد لله، الأمور كلها ميسرة وهسه هلا هي وصلتنا وهلا هي مشونا. وتفقد المحافظ أقسام المركز التي شملت الهجرة والجوازات وأمانة الجمارك، وشدد على أهمية تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مطالبا المعنيين بتوفير كافة الخدمات التي تسهم في تطوير العمل. طبعا لاحظنا في هذا المركز أن الإجراءات تتم بشكل جيد وبشكل سليم، وأن الحدود متوسط العبور فيها بالاتجاهين هو بحدود 6000 مواطن يوميا سواء لبنانيين وسوريين، و 90% من القادمون أو المغادرون هن عم يغادروا أكثر من مرة وعم يرجعوا أكثر من مرة، وهو انسياب طبيعي الحقيقة. حركة انسياب بضائع أيضا تسير بشكل جيد ووفق الأصول. المركز يحتاج إلى تحسين بعض الخدمات، منها موضوع الكهرباء مولدات الديزل سيتم توفيرها خلال الأيام القادمة. هناك بعض الملاحظات تحتاج إلى توسيع ملاكات في إطار المركز الجمركي ستتم معالجتها، ومعالجتها تمت بشكل مباشر من خلال الموافقة على بعض العقود المؤقتة. الحمد لله مركز دبوسية يسير على أكمل وجه، لم ينقطع يوما عن الحركة لا المغادرة ولا المسافرين، تسهيلات لكافة المواطنين القادمين والمغادرين. حركة نشطة يشهدها مركز الدبوس الحدودي لم تتأثر بالأزمة، لأن العلاقات بين الشعبين على طرفي الحدود علاقات أصيلة ومتجذرة، ومن هنا تأتي أهمية المعابر الحدودية كونها المدخل الحضاري لسوريا.